وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. إنه يكفر الناس، هذا من افتراءات ابن سحيم، إن الشيخ يكفر الناس. لماذا يكفر الناس؟ لأنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، فهو بهذا يزعمون أنه يكفر الناس، وهو إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولا كفر الناس. هو ما كفر الناس، ما كفر إلا من ثبت كفره بالدليل من الكتاب والسنة، كما أخذتم في النواقض العشرة التي كتبها. نعم.